طرحت سؤال حول الحكم اللي صدر اليوم على صحفي الجداوي بسنة ونص سجن النافذة وتعويض مبلغ 50 مليون ريال. أنا شفت الفتاة عليك. هل لو كنت وزير العدل وأنت كنت وزير العدل كنت سترفع دعوى ضد؟ لا، أولا هذا باعتباري وزير عدل سابق وأنا آخر وزير رئيس للنيابة العامة في تاريخ المغرب الذي ألزم نفسي بواجب التحفظ في التعليق على الحكمة، لأنه إحنا عندنا واحد المسعى كبير جدا لاستقرار السلطة القضائية لتأمين ذهاب السلطة وذهاب كل ضمانات، إذا ما بغيش نعلق، ولكن يمكن أنه كمواطن وكحقوقي أشعر بالأسف أي من كان السبب حين تتعتقد شي صحفي وحين تصدر هذا النوع من الحكم. أنا أعتقد ثانيا خصنا نقول بكل موضوعية وبكل نزاهة، راه اللجوء للقضاء حق من حقوق الإنسان. إذا السيد وزير العدل استاء من وضعية قذف وإساءة اعتبرها الشهر وكذا ولجأ إلى القضاء. إحنا ماشي أمام شي اعتقال تعسفي وكذا، هذه مسطرات عادية، مسطرة عادية بطبيعة الحال عندها اختياره شخصي، يمكن له عمل اختيار أو يمكن عمل هذا الاختيار. أنا تنقل اليوم في المغرب وصلنا لواحد المرحلة. سي أوجار هو وزير ولم يلجأ إلى المقاطعة إلا بإذن من رئيس الحكومة. لا، هي شوف كل الوزراء ما يمكنش باش القضايا إلا بإذن رئيس الحكومة. الحكومة مؤسسة، راه دابا مثلا في البرلمان راه الأسئلة توجه إلى رئيس الحكومة هو تيقوم. إذا عدد السلوكات بالوزارة مرتبطة بإذن من رئيس الحكومة، فإذا أنا أعتقد أنه شوف كذلك وصل واحد الوقت في المغرب اللي بالتوافق الوطني خصنا نشنو واحد الحوار، واحد الحوار حقيقي. لأنه أنا نقول لكم على إن شاء الله لا يتعلق بموضوع هذا اللي كنتحدث عليه. أنا شخصيا حقيقة أتألم للاستهداف البشع اللي كتعرض المؤسسة فيه وفي غالب الحالات من خارج المغرب، وواحد القذف وواحد الشيطنة للمؤسسات الأمنية ديال المؤسسات السيادية بدون معطيات المبرر. فإذا خص ما يمكنش نكون كنتفرجوا في بلادنا ولكن في مؤسسة دستورية وهي كتسب وكتبهدل والناس كيبحثوا كل واحد لاعتباراته. وبالتالي كذلك ما يمكنش إلا أن كافحوا لكي تتوسع هوامش الحرية، ولكن الحرية ماشي هي السلاح، الحرية ماشي هي الفوضى. كاين ميثاق أخلاقي تماما، كاين صحافة، كاين السوفة. إذا اليوم خصنا واحد الحوار في هذا الباب لكي نجد التوازن الدقيق بين تمكين صحفيين أو صحفياتنا من ممارسة لكل حرية، ولكن دون أن تتحول هذه الحريات إلى اعتداء على الحياة الشخصية للناس، إلى النيل من الناس، إلى أن تفسدوا القانون. ثانيا ما يمكنش نقولوا أن شي صحفي عنده شي حصانة يقذف ويسب ويقول ما يشاء بلا وثائق بلا كذا. هذه اللحظة اللي أعتقد اليوم خصنا في هذه اللحظة التاريخية للمغربية تحول، خصوش خصنا هذا الموضوع ديال الحريات وديال ممارسة الصحافة وديال كذا، خصنا نديرو فيه واحد الوقف. ثانيا خصنا كذلك أن نجد السياق المالية لدعم الأحزاب السياسية. ممكنش أحزاب كبيرة بحال الحركة الشعبية بحال التقدم الاشتراكية بحال الاتحاد الشرقي عندهم طموحات كبرى وأن يحد بحالات التي يمكن أمام الشعبيات العائق المالي. بطبيعة الحال الانتخابات والفوز بالانتخابات هي مؤشرات لتوزيع ولتحديد الاستفادة من الدعمات التي نستعملها في السنة. هل خرجنا من الكوفيد، عاوننا القطاع الفندقي، عاوننا قطاع النقل، اليوم المغرب خصو يعاون، خص المغرب أن يبحث في كيف يرتقي بحقله الإعلامي وكيف يرتقي بالممارسة السياسية في البلاد. فهذا الفوضى، هذا التسيب اللي وقع في وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي فيها ممارسات محترمة، فيها ناس الإنسان يسعد بالاستماع إليهم وخا ما يتفقش مع انتقاداتهم، ولكن ايضا فيها ممارسات مخله بتقاليدنا كمغاربه، مخله بالرسائل اللي كنوجهوا للمجتمع. فحان الوقت
لانه بلادنا تستصدر واحد الشيء ننظم الحقوق ننظم الحريات لانه ما يمكنش نبقاو تنحكموا الصحفيين بالقانون الجديد. فبالتالي هاد وسائل التواصل الاجتماعي واقع موجود اذا خصنا واحد القانون كيكون القانون الحالي ينص على انه الصحفيين يتابعون بقانون الصحافه ما لم ينص ما لم يكن هناك يعني جريمه غير مصطلح قانون الصحافه. اليوم هناك جريمه نشر ولكن لم يتم اللجوء الى قانون الصحافه تم اللجوء الى قانون الجنائي وهذا الاشكال في السلسله الاخيره كان يعني انشاف هذا القانون وكان النقاش حول هذا النقطه في البرلمان وكنتم حاضرين فيه فكيف يعني يتم اللجوء الى القانون الجنائي للصحافه؟ لا هو شوف دابا هذا النقاش خصو وقت واش اليوتيوبر صحفي واش ممارس وسائل التواصل الاجتماعي صحفي اذا حنا اصدرنا تشريعات صحفيه لممارسه صحفيه كلاسيكيه معروفه اليوم تغير الوقت جات صحافه رقميه جا واقع جديد هذا الشيء ادعو البرلمان والاحزاب للتفكير خصنا نفكروا كيف نستصدر تشريعا جديدا لهذا الواقع الجديد اما اليوم النص الحالي يميزه انت تعرف تكسب اجار الرياضه ان تروح لك التقييم في الموضوع ديال التقييم الا سمحتي حنا كنديروا واحد يعني بعض الملاحظات حول عمل الحكومه يعني في الاونه الاخيره يعني شركائكم يعني في الحكومه صاروا مؤخرا في الاستقلال يعني بداوا ينتقدون يعني تواصل الحكومه يعني ان هناك ضعف في تواصل الحكومه وهذا الشيء كان لمسوه يعني في عدد من الملفات اللي هي يعني انفجرت في وجه الحكومه مؤخرا كنشوفوا مثلا المشكل ديال اضراب المحامي الان المفتوح اللي هو خلق مشكله في المحاكم وشلل في المحاكم بسبب مشكل في التواصل مشاريع قوانين مشروع قانون الاستقلال كنشوفوا مثلا في قطاع ديال طلب الاطباء بدل 11 شهر اللي ضيعوا لمده طويله قطاع ديال الصحه كاين الاضراب ديال قطاع الصحه ايضا الحكومه ماشي غير ما كتواصلش وانما كترفض حتى الانتقاد يعني كتنتقد حتى المؤسسات الدستوريه اللي يمكن كتجيب تقارير كتنتقد بعض المجالات مثلا كتشوفوا في الاقتصاد الاجتماعي لما جاب تقرير على اليمين يعني الشباب عاطل اللي ما كيقراوش وما كيشتغلوش كان واحد رد فعل وكان واحد انتقاد شفنا بان التقرير ديال الهيئه ديال الاسوا لما قام بواحد التشخيص كان واحد رد فعل بل واحد الانتقاد ديال هذا من طرف الحكومه كيفاش كتشوفوا هذا رد فعل ديال الحكومه تجاه مثل هذه التقارير وهذا المشكل التواصل. أولا أنا ديك الثرة أنا كنتابع أشغال الاجتماع الأغلبية واستمعت إلى الصديق العزيز سيدنا سعيد ما حضرش معنا رافض من خارج المغرب هو وزير التواصل وتيقول الحكومة فيها مشكل ديال التواصل. شكون غادي يحل هذا المشكل ديال التواصل؟ أولا إذا التواصل المؤسسي مسؤولية وزارة التواصل مسؤولية الوزارة كلهم في القطاعين مسؤولية ديال كان شي تاع التواصل من التزمنا مع الناس نعملوا واحد السياسة القرى نقنعهم بما نقوم به لأنه أنا أستغرب اليوم كيف اليوم نخسروا حنا 45 مليار درهم في الحوار الاجتماعي ويستمر التوتر الاجتماعي وتستمر الإضرابات كاين شي حاجة غلط راه ملي كندير الحين اوردر ديالو هذا عملنا حوارات اجتماعيه بما بعد على الاقل وكان في النقابات تلتزم بالسن الاجتماعي لانه علاش كنزيدوا هذا كنكلفوا ميزان